للعام الثالث على التوالي مبادرة مهمة جدا، من أهم فعالياتها هي إصدار تقارير دورية مبسطة علشان تعرف المواطنين بحقوقهم في موازين بلدنا. هي مبادرة بتاعتي اسمها حقك تعرف موازين بلدك. احنا دايما في نهاية كل مارس من كل عام وكل نهاية سبتمبر بنعرض البيان التمهيدي ما قبل الموازنة ثم موازنة المواطن اللي بتلخص أهم الأسس اللي اتبنت عليها الموازنة، ايه أهم التشريعات اللي احنا الوقت الجاي نعملها، ازاي المواطن يعرف حقه في موازنة بلده من خلال الإنفاق على كل القطاعات اللي بتمس حياته اليومية، ازاي الأموال اللي بتتاخد منه في صورة ضرائب مباشرة وغير مباشرة رسوم او دمغه بيبعتها لفها مره اخرى عشان تكفي احتياجاته الاساسيه. طبعا دي السنه الثالثه بنتعاون فيها مع وزاره الماليه، احنا طبعا لينا الشرف ان احنا نكون جزء من التعاون بين وزاره الماليه والمجتمع المدني والقطاع الخاص. الحقيقه اكبر جزء بنتعاون فيه مع وزاره الماليه هي موازنه المواطن. احنا بنشتغل معاهم، اشتغلنا معاهم في ثلاث نسخ للموازنه. الفكرة الرئيسية في موازنة المواطن هي زي كتيب صغير بيشرح ايه هي تفاصيل الموازنة بشكل مبسط، جرافس او رسومات المواطن بيبقى فيه اهم البنود اللي موجودة فيها. هاي المبادرة هامة جدا بحيث انها بتثير الوعي حول اولويات البيان التمهيدي والموازنة القادمة، بالإضافة أنه تستعرض مع المشاركين ومع منظمات المجتمع المحلي أهم التحديات اللي بتمر فيها الوزارة واللي بتمر فيها الحكومة. I think it's a good opportunity to be here today because having new information about the budget for the next fiscal year is something that is really helpful because the budget affects everything, the general economic situation and of course also the life of all the Egyptians. And to be here and to have the opportunity to listen to His Excellency the Minister and to listen to other representatives, the opportunity to ask questions. This is all something very useful. صحيح في معلومات كتيرة احنا قعدنا طالبنا بيها في هذا اللقاء، انه نعرف اكتر ونعرف هتوصلنا فين وايه التكلفة على المواطن وامتى الفايدة بتاعته هتكون متحققة، ولكن ده هو الهدف من اللقاء، انه نتعرف احنا مهمومين بايه، احنا عايزين ايه اكتر. دي من النقط الجيدة جدا اللي حصلت، ان في وزارة تبدأ تولي اهتمام بالمنظمات المجتمع المدني وتبدأ التعاون معها، بالذات كمان في نقطة بتاعت الافصاح والشفافية، ودي حاجة جيدة، وده كان بتعاون جهد كبير جدا من وزارة المالية اللي قدر المركز من خلاله يقترح ويضم ويدعو منظمات مجتمع مدني لمناقشة موازنة المواطن، ونقدر نشوف ايه البنود اللي المفروض تضاف فيها، ايه اللي احنا محتاجينه اكتر. ده يوم بنعلن فيه موازنة او مشروع الموازنة اللي قدمناه للبرلمان، لكن اليوم دوت مش هو نهاية المطاف، احنا طول السنة بنتقابل. يمكن السنة اللي فاتت انا شخصيا مع سارة والزملاء المسؤولين عن التواصل المجتمعي اتقابلنا مع كافة القطاعات او كافة الجهات 6 أو 7 مرات، بنستفيد جدا من اللقاءات دي وهنستمر فيها وهنزودها. يمكن هنروح اكتر للمحافظات بره القاهرة، لكن حجم الاستفادة لينا في ازاي نشرح الامور وازاي ناخد بعض الفيدباك او المقترحات اللي تضيف للعمل في الوزارة، ده هيبقى مستمر وان شاء الله يبقى في كتير من الاجراءات الاضافية للفترة القادمة في التواصل والشفافية. انا عارفة المبادرة دي طولت الامد وهتاخد مننا وقت، لكن احنا دايما بنقول كده مشوار الالف ميل بيبتدي بخطوة، فاحنا محتاجينكم معانا تكملوا المشوار بتاعنا اللي ابتديناه علشان حقك تعرف موازنة بلدك. حقنا نعرف موازنة بلدنا، دايما بنقعد نتكلم مع حضراتكم وبنقول وبننادي من المنبر ده، بنقول ايه عملية التواصل، احنا لازم نفهم ولازم نبسط الامور علشان كلنا نبقى فاهمين ايه اللي بيحصل، الدولة دي رايحة فين، البرامج اللي بتتعمل دي بتتعمل ليه، الموازنة دي اللي هو يعني مصروف البيت، مصروف البلد في الاخر يعني، اللي بيتصرف واللي بيجي، ده اللي احنا العملية ببساطة شديدة. طب لما يتكلموا على شفافية الموازنة العامة في الدولة يعني ايه؟ وايه حكاية ان احنا تحسننا في المراكز برضو يعني ايه؟ في امور كده هنتكلم عليها دلوقتي، وده خبر النهاردة مهم جدا صدر
وهنعرف أكتر عنه من ضيفتنا في الاستوديو الأستاذة سارة عيد، نائب مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية ومنسق عام لمبادرة الشفافية. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك سيد أيمن، أهلا بيك. طبعا بنتكلم دايما عن مصطلحات كبيرة، طبعا بنتكلم عن مصطلحات شفافية، بنقول موازنة، بنقول كل الكلام ده حلو. لما نيجي نتكلم في برنامج يعني الناس لما بتسمع أسواق وعمال تقول ده برنامج متخصص، واحنا بنتكلم على امور اقتصاديه بس بنحاول نبسط الامور. فلما نيجي النهارده نقول شفافيه في الموازنه العامه يعني ايه؟ بس اللي قبل يعني ايه، قولي لنا الخبر النهارده اللي صدر، خبر اللي فرحنا اول ما سمعناه من حضراتكم، قولي لنا ايه هو وبعد كده نشرح ايه الموضوع. تمام. الاول عايزه اشكرك شكرا جزيلا لاهتمامكم، لانه احنا فعلا كلنا محتاجين بعض، هو واجبنا. حقيقة بلدنا تستحق أكتر من كده بكتير، واللي جاي أحسن كمان بكتير. ببساطة بس عشان نشرح الخبر بتاع النهاردة، أنه في مؤسسة عالمية بتقيس شفافية الموازنة للبلاد بأسلوب علمي وبأسلوب مقارن عشان ينفع أن أنت تقارن بلاد ببعضها، بمؤشر معين بيقيس ثلاث حاجات. أول حاجة مدى إتاحة المعلومات اللي بتخص دورة إعداد الموازنة نفسها. تاني حاجة إلى أي مدى المواطن كان على علم بهذه الإجراءات أو تم أخذ يعني رأيه في الاعتبار. تالت حاجة ما مدى القوى الرقابية اللي بتراقب العملية، سواء كان من يعني الجهاز التشريعي أو أجهزة زي الرقابية زي مثلا جهاز مركزي المحاسبات. الخبر بتاع النهارده بيقول ان احنا كان بقالنا 6 سنين الحقيقه لاسباب كتيره، منها طبعا الفتره الانتقاليه السياسيه وتاخر يعني نشر بعض التقارير، تراجعنا تراجع كبير جدا. كنا قبل الست سنين يعني خلينا نرجع ان المؤشر ده من 2006 بالظبط، كان اول مره فين؟ كنا 19. طبعا في فرق ما بين ترتيبنا بين الدول وما بين سكور، ما بين المؤشر نفسه. السكور من 100%، وكل ما بنعلى اوكي فبيبقى احسن، قصدي نقرب للمية نو للعكس، نقرب للفرق نقرب يعني للزيرو للواحد، يعني الواحد. كل ما نوصل للواحد ده الاحسن، واللي بنقرب من المية ده الوضع المتدهور الوحش. احنا ابتدينا اول مره خالص طبعا كاي بلد لسه بتتعلم يعني اصول نشر البيانات والشفافيه في 2006 كنا 19، وبعدين 2008 و2010 نطينا نطه كبيره جدا، وصلنا للاربعينات في حدود 43 و49، لكن بسبب الفترة الانتقالية من أول 2012 و2015 أو 14 هو بيتعمل كل سنتين، تدهورنا جامد جدا ل 13 وتحت. بس انت قلتي لي كل لما نقرب لواحد كل ما نبقى أحسن. ما يعني 13 أحسن من 40؟ لا لا أنا فاهمة قصدك، اشرحيها لي. طيب بقى. حاضر. يعني إحنا دلوقتي طبعا يعني مثلا الكلام ده بيبقى بالنسبة لترتيبنا بين الدول. طيب ترتيبنا بين الدول كان 89، دلوقتي احنا وصلنا للرقم 65، فانا كده اتحسنت. ده بالنسبة لترتيب الدول. بالنسبة للسكور طبعا هو من 100، فطبعا كل ما نعلى بيبقى احسن، ففي فرق. تمام صح كده العملية مفهوم. لا تمام انا ذكرت ده قبل ده، انا اسف. فاحنا دلوقتي الفكرة كلها ايه؟ الفكرة مش بس في اتاحة البيان، لكن هو كمان اتاحة البيان بحسب مقاييس عالمية عشان نقدر نقارن طبعا، وكمان في مواعيد محدده. يعني لو انا هطلع مثلا موازنه يبقى لازم الناس تعرف عنها في ساعتها، لو انا تعديت الفتره دي ما اخدش سكور بتاعي. فهي دي الفتره اللي وقعتنا ان احنا ساعتها يعني انا بحضر الموازنه. ما بحضر الموازنه دي بناء على ايه؟ بحضر الموازنه بتاعتي. عندنا 8 تقارير في فتره اعداد الموازنه. اول تقرير بيطلع بنقول للناس حاجه اسمها البري بادجت، ده اللي احنا شفنا لسه الفيلم الفيديو الصغير اللي قبليه، انه قبل ما بتطلع الموازنه انا بشرك الناس معايا زي ما حضراتكم شفتوا في مكان يتواجد فيه كل المسؤولين عن القرار. سياده الوزير دايما مهتم جدا بالموضوع ده، سياده النائب احمد كوجوك كمان رئيس المباشر في العمل، بحيث انه لما بيكون في اي حد مجمع طبعا بنحرص على انه يكون من كافه اطياف المجتمع، القطاع الخاص، الاكاديميين، منظمات المجتمع المدني. تاني اللي هو معرفة المواطن، انك بتعرفي وبتشركي المواطن عن طريق المجتمع المدني وعن طريق الاتاحة، يعني اتاحة المعلومات. اتيح وعرفه من قبلها، ده التقرير بتاع البري بادجت، يعني قبل ما تطلع الموازنه اخد رايه اذا كانت ده الهيكل الاطار العام اللي احنا ناويين نصدر الموازنه فيه. حضرتك عارف طبعا الموازنه بتصدر بتتناقش في البرلمان ومجلس النواب لغايه اخر 6، من اول 1/7 يتم العمل بيها. تمام. او انا مطلعه بقى حاجه تانية اللي هي مع حضرتك اللي هي موازنه المواطن دي. فبقول له يا مواطن احنا اضطرينا ناخد الاجراءات دي
في خلال السنة دي في خطة، طبعا الموازنة دي عبارة عن خطة الدولة خلال عام لإنفاق كل مواردي على الاحتياجات بتاعتي. هنا بقى بيجي الكلام اللي أنا عايزة أشرحه، فلو تسمح لي بس أخد الناس يعني في لمحة صغيرة، يعني هي إيه فكرة الموازنة، وزي ما حضرتك قلت بالظبط هو ده مصروف بس على مستوى البلد كلها، وده إن شاء الله هنشرحه لو أمكن بعد الفاصل في فيديو تاني. إن أنا عندي الموازنة بتاعتي هي عبارة عن موارد بجمعها منين؟ بجمعها من الضرائب اللي أنا باخدها منك يا مواطن بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، زي مثلا ضريبة القيمة المضافة اللي طلعت مؤخرا، ممكن نشرح برضو إحنا ليه كان لازم نكون بنعملها. تاني حاجة في رسوم، في دمغة، الحاجات دي كلها بناخدها إزاي تاني، وبنحاول إن إحنا نعيد صرفها عشان توصل لحياة المواطن بشكل يومي في خدمات أساسية بتهمه. طبعا الناس عندها مشكلة كبيرة، وقبل ما نكمل، قبل أنا عارفة طبعا الناس هيقول لك الخدمات ما هياش لسه بالشكل اللي يرضي المواطنين، لكن هي عاملة زي البيضة ولا الفرخة، لو ما دفعناش ضرائبنا الخدمات عمرها ما تتحسن. طيب بتجي موارد تبقى عاملة زي شكل دورية أو باي. دورية دي متقسمة لثلاث أقسام، ثلاث تلات، في تلت بيروح على جزء كبير جدا اللي هو الأجور، لأن أنا عندي 6 مليون مواطن ما أقدرش أجي الصبح أقول لهم 6 مليون موظف، 6 مليون موظف هم في الآخر مواطنين برضو، فمهم جدا إن إحنا ناخدهم معانا في المنظومة بتاعتنا. تاني حاجة عندي فوايد لأصل الدين وليس سداد الدين نفسه، فقط الفوايد اللي عليه بتاخد تلت تاني، إحنا بقولها بشكل يعني مجمل مبسطة، والتلت التالت بيروح على الدعم. طيب يبقى أنا الدعم اللي هو الدعم اللي هو بيدوه للبنزين وبيدوه دعم السلع التموينية، دعم البنزين، بيدوه للصحة وبيدوه للكلام، واللي ما بيروحش اللي بيستحقوا. لا ما احنا هنتكلم في الحتة دي بقى يا استاذ ايمن، يعني طبعا هي جهود. لا انا بقول يعني بقول عشان الناس تبقى فاهمة يعني احنا ايه اللي بنحاول نصلحه. ده حقيقي ده حقيقي. فاللي حصل احنا من 3 سنين بالظبط قلنا هي نقطة ومن اول السطر، مش عيب ابدا انه اقول ان يمكن في سياسات قبل اتخذت اتاجل فيها اجراءات كتير للاصلاح او سياسات غير رشيده، بس العيب ان انا اكمل فيها. فتعال نشوف كل تلت من دول انا في مشكلتي ايه واحله. قبل بقى ما ادخل في الجزئيه دي خليني بس عشان نكون ايه فهمنا الناس المؤشر ده تمام، ها عباره عن ايه ويهمنا الموضوع ده في ايه. واخد بالك يعني احنا دلوقتي اتحسنا، احنا ترتيبنا بين الدول بقى الحاجه 60، احنا كنا 89 في 2015 عيلينا بقينا رقم 65. من هنا اتت انها الفكره انه اتحسن ترتيبنا بين الدول. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي تالت احسن بلد مثلا في الشرق الاوسط. مين نمره واحد؟ نمره واحد الاردن، ده لان هم مشوا في الاجراءات من ساعه ما احنا كنا مع بعض حاجه و40 في 2010، كملوا على اجراءات ثابته ما تدهوروش في المؤشر بتاعهم، احنا تدهورنا ورجعنا نطينا تاني. دلوقتي احنا حصلنا المغرب، ففرق بينا تو نوتشز يعني نمره واحد الاردن، نمره اتنين المغرب، نمره ثلاثه مصر. ده في المنطقة بتاعتنا بالظبط كده، انما ترتيبنا في العالم رقم 68، وده تحسن من حاجة و80 من 89 تمام. فده بيبين ان احنا حصل تقدم. التقدم ده بناء على واحد متاحة المعلومات في كل مراحل اللي انا شرحتها في الموازنة، كل مرحلة من المراحل قبل الموازنة بعد الموازنة، في تقارير دورية طول السنة بننشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة، بننزل حاجات على صفحة الوزارة للفيسبوك، بنعمل زي ما قلت لقاءات دورية اللي هي تخص طبعا برضو المؤشر التاني تمام. ثم ابتدينا ننزل في المحافظات عشان نعمل المرحلة العملية توعية بقى. الناس تقولي طب شكرا يعني الشفافية دي حاجة كويسة جدا ومهمة، أنا بقى استفدت أنا إيه استفدت يعني إيه من الشفافية بتاعتك. فالحقيقة هي دي الفكرة بتاعت كلمة شفاف أو شفافية، إن أنا أكون شايفك وأنت شايفني. فبنزل المحافظة ليه؟ لأنه بننزل على مستوى المحافظات نشوف إيه المشروعات اللي هتتم على مستوى كل محافظة. والحقيقة أنا عايزة أرجع الشكر لكذا وزارة كان ليها دور أساسي معانا، وزارة التجارة والصناعة، وزارة التخطيط والمتابعة، بنك المركزي الحقيقة بيتوح لنا كم من المعلومات وبينزلوا كمان معانا في بعض الأحيان، لأنه أنا كوزارة مالية أنا مهمتي أن أنا أجمع أكبر موارد عشان أقدر أصرف على أكتر ناس ممكن، لكن مرحلة التنفيذ والتخطيط وكيفية صرف الموازنة بنودها على المحافظات والمحليات بتتبع وزارات أخرى كثيرة. مهم ليه؟ ان احنا نكون شايفين بعض، زي ما كنت بقول ان مثلا وزاره التجاره والصناعه عامله مجهود رهيب، فلما انا انزل واقول له ادي المشروعات انا كمان بتحلو فرصتك ايه بقى في المشروعات دي تقدر تشارك فيها ازاي.
ايه اهم المشروعات اللي انت ينفع كقطاع خاص في مثلا رياده الاعمال دلوقتي في مبادره كبيره جدا للصناعات الصغيره والمتوسطه، بينزل معانا ناس يقولوا لنا مثلا في المحافظه دي انت عندك ادي الامكانيات 1 2 3 في موبايل ابلكيشن اسمه مشروعي انت ليك فيه. انك بينزل مع مين يعني انا النهارده دايما بقول انا من سوهاج صح تمام، انا حضراتكم دلوقتي رحتوا سوهاج، احنا رحنا اول مره اسكندريه ان شاء الله نروح سوهاج بعدين ان شاء الله، يعني انا بدي مثلا تمام تمام. انا كمواطن يعني هل بتجمعونا كلنا مثلا في المدينه في المحافظه وبتقولوا لنا ولا بتعملوا ايه عشان تشركوني؟ طبعا احنا خلينا نتفق ان زي ما قلت كده في الفيديو مشوار ال1000 ميل بيبدا بخطوه. احنا بعد ما لقينا اول فيدباك بنعمل طبعا زي سيرفي ايه اخبار مبادرتنا دي، حد يعني استبيان حد عرف بيها او لا، اكتشفنا انه الناس مش هيقدروا يحسوا بيها طول ما هي على مستوى الناشونال على مستوى الدوله كلها مش قادره تنزل لحياتهم اليوميه. فكان اول مره عملناها في اسكندريه، جمعنا زي ما حضرتك قلت كل الناس المعنيين سواء كان من قطاع خاص زي ما عملنا بالظبط في المؤتمرات مع سياده الوزير، بس نزلنا على مستوى تحت شويه وجمعنا ناس اكاديميين وجمعنا ناس اللي بيشتغلوا جوه وزاره الماليه ودول قعدوا مع دول وعرضنا المشروعات. بالظبط ده اللي حصل، لما ابتدينا نعرض المشروعات في ناس واحنا قاعدين قالوا لنا لا يا جماعه المشروع ده وقف، ده حته في اسكندريه وما كملش عمل بيه. فكان في حد قاعد المسؤولين اصل معلش التمويل بتاع ده اتاخر، حضرتك فاهم؟ يعني احنا بنحاول نعمل حاله مش من على التواصل مستوى المواطن بس مستوى متخصصين اكتر يعني طبعا طبعا مش كده؟ طبعا اللي احنا بنامل ليه ان احنا ننزل في المرحله الثالثه بقى بتاعه المواطن، بس دي اتطبقت الحقيقه مع وزاره التضامن اللي برضو ليها يعني مجهود كبير احب ان انا اشكرهم عليه، هم الذراع التنفيذي في تسليم الدعم ده للي يستحقوه زي ما حضرتك قلت من خلال برامج متعدده على راسهم تكافل وكرامه. بدون ذكر اسامي او لو حضرتك تحب يعني في منظمات المجتمع المدني اللي احنا ابتدينا نشتغل معاهم، هم احنا ابتدينا بثلاث منظمات دلوقتي احنا 35 بينزلوا مع وزاره التضامن مع صندوق الاجتماعي، هم بيعملوا حلقه الوصل والرقيب بيخلوا المواطن نفسه يعرف الحقوق بتاعته ثم يعملوا حاجه جميله جدا بيمكنوه وبيوصلوه للمسؤولين ومن ده بيوصل رقابه حقيقيه. وده تم بالفعل لو اتيح لي الفرصه ان انا احكي ازاي اتطبق في انه التكافل وكرامه ده عباره عن دعم شهري. طيب دعم شهري كان بيصل للناس، وطبعا انا احب اشكر جدا المنظمه دي انا مش عارفه اذا كان ينفع نقول اسمها ولا لا دلوقتي لانه الحقيقه هيتم ان شاء الله الاعلان مع وزاره التضامن من خلال مؤتمر يوم 1 فبراير، يبقى ليهم الفضل ان هم ياخدوه وده اللي هنعممه. يعني الناس اللي بتاخد كل شهر زي مرتب شهري، صندوق الاجتماعي ايضا ليه دور كبير. المرتب الشهري ده عباره عن برنامجين، برنامج تكافل برنامج كرامة. تكافل للاسره المصريه اللي عندها اطفال سواء كان في مرحله ابتدائي او اعدادي او ثانوي بتاخد من 350 ل 450 جنيه تقريبا، وكرامه للكبار في السن او لذوي التحديات او يعني ذوي التحديات الخاصه. يعني كان بيجي لهم المرتب ده عن طريق كارت اي تي ام في البوسطه. مفيش تواصل والناس مش عارفه حقوقها، فطبعا ناس يعني بسطة وغلابه كانوا بيسيبوا الكارت بتاعهم مع الناس اللي بيشتغلوا في البوسطه. فمع الوقت طبعا اكتشفوا ان هما مش بياخدوا كل الاموال بتاعتهم. ولما قعدوا اتكلموا زي ما احنا قاعدين كده لمس عرفت حقها، ابتدى الراجل المسؤول في البوسطه قال يا جماعه ممنوع ان الكروت دي تتساب تاني مع العاملين. فاكتشفنا طبعا الفروق الرهيبه اللي كانت بتحصل. ده مثل بسيط لفكره ان انا اكون شايفه حضرتك وحضرتك شايفني. فهو بيمنع حاجات كتير قوي، اولا بيمنع قنوات كتيره للهدر والفقد، يا رب ان شاء الله يقلل درجات الفساد وده الاهم. بيتيح للمواطن انه مش بس يعرف حقه انه كمان يكون مشارك في عمليه اتخاذ القرار او رقيب عليه. هي دي النقطه بقى اللي في غايه الاهميه. مشارك ورقيب تمام. دور المواطن يجب ان يكون دورا ايجابيا وسيكون دورا ايجابيا بالمعرفه واتاحه المعلومات اللي هي الشفافيه اللي حضراتكم بتقولوا عليها. هنكمل مع ضيفتنا الاستاذ ساره عيد نائب مساعد وزير الماليه للسياسات الماليه الكليه ومنسق عام لمبادره الشفافيه، ولكن بعد الفاصل. كلنا سمعنا عن عجز الموازنه بس مش كلنا عارفين يعني ايه. عارف لما يبقى في حد بيكسب في الشهر 2000 جنيه بس مصاريفه من اكل وشرب وتعليم وصلوا 3000 جنيه يبقى عنده ايه؟ عنده عجز 1000 جنيه. بيضطر بقى يستلف ويعمل جمعيه او يشتغل في مكان تاني بعد الظهر. الدول كمان زينا
بيحصل لها كده، هو ده عجز الموازنة. السنة دي مجموع إيرادات جمهورية مصر العربية حوالي 631 مليار جنيه، ومجموع المصروفات وصل حوالي 936 مليار جنيه تقريبا، بيتصرفوا على مرتبات وتعليم وصحة وخدمات عامة. بحسبة بسيطة قوي يبقى عجز الموازنة حوالي 305 مليار جنيه. طب تعالوا نشوف مصاريفنا وإيراداتنا شكلهم عامل إزاي لما يترسموا. ربع بحاله بيروح لسداد فوائد الديون، مش الديون بقى، لا فوائد، وربع تاني بيروح لمرتبات الموظفين، ودي نسبة كبيرة حتى رغم تطبيق الحد الأقصى للمرتبات. الربع التالت من الميزانية بيروح للدعم، اللي برضو فيه مشكلة في التوزيع، لأنه بيروح نصه للأغنياء واللي مش محتاجين للدعم. يعني مثلا الدولة بتدعم سعر البنزين عشان يكون رخيص، واللي عنده عربية بمليون جنيه يدفع نفس السعر الرخيص ده زيه زي اللي عنده عربية بخمسين ألف جنيه. طب ده كلام؟ يفضل بقى ربع يتصرف منه على البيئة والتعليم والصحة والإسكان، وطبعا كده عمره ما هيكفي. طب الحل ايه؟ ممكن حد يقول نستلف، بس ده مش حل، لاننا بنستلف بقالنا 40 سنة ولسه قايلين ان فوائد الديون بتاكل ربع الميزانية. يبقى الحل الانسب ان الحكومة تخفض مصاريفها. يبقى لو الدولة قللت المصاريف في بند المرتبات وبند الدعم، هتوفر فلوس اكتر للتعليم والصحة والخدمات يستفيد بيها اللي محتاجين لها. كده خلاص؟ لا، لسه اهم حاجة، لازم نزود الاستثمارات ونشتغل وننتج ونصدر. مش كل حاجة استيراد. ليه فلوسنا تروح لدول تانية عشان هم يكسبوا واحنا نخسر؟ يعني هم يقبضوا واحنا ندفع؟ ولازم الرشوة والغش يتقال لهم لا، علشان ما نبقاش احنا السبب في عجز الميزانية اللي هتيجي علينا بخسارة وحتشيل ولادنا الهم. فكر معانا. مزيكا حلوة، روعة، يعني عملية بسيطة مبسطة تشرح الأمور. يعني الحقيقة أنا مبهور، بس أعتقد إن أنت كنت عايزة تقولي، كنت عايزة تعلقي على الفيديو ده. طبعا أحب أعلق، أنا بس نفسي قبل ما نعلق، بما إن إحنا يعني برنامج أسواق وأعمال وكده، هدي مثل بسيط على الطريقة اللي إحنا بنفكر فيها للمستقبل عشان كمان المواطن يبقى عارف وكل من هو يهم الأمر يعني إحنا رايحين على فين. هي حكاية لطيفة صغيرة، يعني ان واحد رئيس مجلس ادارة اكبر شركة عالمية قرر ان هو يقعد يدي زي تدريب لناس كبيرة قوي، رجال اعمال مرموقين، فسألهم سؤال بسيط: ايه اهم حاجة انت شايفها عشان تبقى رئيس مجلس ادارة ناجح؟ فناس تقول مثابرة، حكمة، يعني ادارة جيدة للاعمال، واواوا. فقام قال لهم لا، هي كيف تجيد قراءة الواقع. فانا عايز اقول ليه كلام ده، ان احنا شايفين مصر ازاي. طبعا اللي انا بقوله ده في ناس معينه هيفهموه وهيوصل لهم، وفي ناس تانية هيحسوا ان انا بتكلم من حته بعيده، بس ده حقيقي. انا بقالي 3 سنين بشتغل في كل محافظه وكل وزاره فيك يا مصر، في ناس ليل نهار بتحب البلد دي وشايفاها بعينين تانية خالص. فانا نفسي اقول لهم كده النهارده انه البلد اللي انتوا شايفينها دلوقتي دي هي بكل المقاييس قادره ان تنافس اكبر اقتصاديات، مش هقول ناشئه ان كانش اكبر من كده. ببساطه ليه؟ لان احنا عندنا كم هائل من الطاقات غير مستغله. فاحنا بنقول لهم الحكايه بتاعت الطاقات والثروات، ثروات حقيقيه. يعني نفسي اقول للناس بس ان في خزاين وكنوز مخابئ لسه ما نعرفش عنها حاجه. فبنقول ايه؟ بنحكي الحكايه بس كده ببساطه عشان الناس تبقى معانا. احنا بنبني مصرنا الجديده اللي تقدر تعتمد على نفسها، كل كلمه طبعا ليها معنى في الموضوع ده، وتوفر فرص حقيقيه للجيل ده وللاجيال القادمه. لو انا عايز ابني البيت الكبير ده، ده معناه انا محتاجه اعمق اساساتي. فاحنا السنه اللي فاتت او سنتين اللي فاتوا ابتدينا نعي مع هذا الزياده السكانيه اللي المفروض تكون مصدر قوه لينا، مش اقل من كده، انه احنا محتاجين البيت ده يبقى قوي جدا، ومحتاجين ناخد وقتنا. مش هينفع زي كل مره ناجل اجراءات كتيره واصلاحات ونلاقي نفسنا مره واحده دخلنا في حاره سد. بعد ما عملنا كده طبعا الناس ليه مش قادره تحس بالاصلاح؟ لانه يا جماعه احنا بنلوي في الاساسات، احنا طالعين من ماينس 17، من سالب، من حته يعني مش احسن حاله طبعا، حته وحشه قوي، وبنعلى فوق سطح البحر زي ما بنقول. طيب بعد ما عملنا القصه دي، مين اول حد هيستلم الدور الاولاني؟ هو ده اللي احنا كنا لسه بنقوله قبل الفصل. احنا راعينا انه على الاقل في فئات مش هتقدر تستحمل. انا عارفه ان احنا الطبقه المتوسطه دلوقتي واحنا بنراعيها جدا، وممكن ابقى شارك احنا بنعمل ايه للطبقه المتوسطه. لا، هي اتفرمت مبدئيا يعني. بس احنا بس كانت الفكره ايه يا استاذ ايمن؟ انه لو كنا استنينا بنفس المنوال اللي احنا فيه كنا هندخل في مود بطيء. صح.
وما كانتش بس الطبقة المتوسطة اللي هتعاني، كان الشعب المصري كله، وكنا هنفقد مصداقيتنا كدولة، وده بالظبط اللي احنا قررنا ما نعملوش. فأنا بشرح ليه الثلاث سنين اللي فاتوا الناس مش قادرين يحسوا زي ما بيقول كده بوادر، أو بس في بوادر للتعافي على المستوى الكلي، لكن على مستوى الناس ومستوى المشروعات يقول لك سعر الفايده عالي جدا. طب انا هفتح مشروع ازاي؟ طب بالنسبه للنظام الضريبي احنا لسه في مرحله الاساسات اللي حضرتك قلتي عليها بالظبط كده. طيب اتفضل. عايز ادخل من في هنا حته المؤشر. المؤشر يفيدني ازاي يعني دوليا؟ هل ليه مردود؟ هل يفرق معايا طبعا كبلد بقى طبعا المؤشر ده والتحسن اللي حصل فيه؟ طب طيب انا عايز اقول بس اول حاجه انه لأي مستثمر أو رجل أعمال بيبقى دايما بيبص حوالين العالم في كل البلاد، أول حاجة اللي عندها طاقات زي ما بقول غير مستغلة للنمو، لأنه مش هيروح لبلد خلاص متقدمة بالفعل، مش هيديله عائد الربح اللي هو عاوزه. تاني حاجة بيبص على مدى استقرارها السياسي والاقتصادي. تالت حاجة بيبص إلى أي مدى هذه الدولة هي قادرة على أنها تديله نظام عادل وضريبي شفاف ومستقر، ما يصحاش تاني يوم يلاقي ان الضرايب بتعلى عليه فجأة من غير ما يبقى عارف. فالمؤشر ده ليه حيثية من ناحية ايه؟ انه هو بيستخدم كسب انديكيتور، بيستخدم كمؤشر ثانوي من مؤسسات تقييم دولية ومن مؤسسات دولية زي صندوق النقد وزي البنك الدولي، في قياس الى اي مدى الدولة دي حريصة على انها تكون بتعلن عن سياساتها بشكل شفاف، وكمان انها السياسات دي سواء كان ضريبية أو غيره هي مستقر زي ما اتفقنا. فده زي ما قلنا في أول حلقة هو المقياس العالمي الوحيد اللي بيقيس شفافية الموازنة. مش هنلخبط طبعا ما بينه وما بين مقاييس تانية، عندنا مثلا دوينج بيزنس أو بتاع البنك الدولي، بتاع البنك الدولي في منه برضو مؤشرات للشفافية، بس مش هو ده اللي احنا بنقيسه. احنا بنقيس هنا بشكل مور يعني تركيز أكتر على الموازنة. ليه؟ لأنه دي سياسة الدولة المالية. وتاني انا عايزه اطمن الناس، لما بنيجي نحط برنامج الاصلاح او اي برنامج او اي سياسات على مستوى الدوله لابد من تنسيق كامل ما بين السياسه الماليه، السياسه النقديه اللي هي زي مثلا سعر الصرف والفايده اللي بيقوم بيه بنك مركزي، كان ليه دور كبير جدا في تثبيت الموقف. احنا بنقول احنا الفتره اللي فاتت دي مرحله تثبيت، يعني انا عايزه امنع نفسي من التدهور. المرحله الجايه هي مرحله اني اكمل اصلاحات في الجذور في العمق علشان نوصل لمرحلة انه يكون في ثمار للنمو يجنيها كل الناس. احنا نشكر ربنا ماشيين على الطريق الصحيح. بطمن الناس ان هي دي كانت فترة اساسية، ما ينفعش اجي اقول المستثمر تعالى عندي في بلدي وانا ما عنديش كهرباء، تعالى طب انا هديك حتة ارض، طب بقيت الاجراءات كلها متعطلة. فكان لازم في اجراء يحصل اصلاح قبل خطوات تانية. النهاردة انا كمواطن حضرتك مدياني موازنة المواطن، مع بعض نكمل المشوار ده. كان كتيب كان قبل كده وانتوا لسه بتعملوا حاجات جديده. بنود الموازنه حضرتك لما اتكلميت تقولي لي ماشي، انا عندي التلت بيروح اجور مرتبات، تلت بيروح دعم، وتلت بيروح فوائد الدين من غير اصل الدين. الله، فين الموازنه؟ ده اللي احنا غيرناه بقى السنتين اللي فاتوا استاذ ايوب. احنا قلنا طيب خلاص احنا مواردنا بنحاول نكبرها، لازم نعظم الاستفاده من كل مواردنا، ده شق بنشتغل عليه. ولو هنصرف نصرف اول حاجه اتاكد انه بيروح للي يستحقه. ممكن اعيد اولويات الانفاق بناء على اهدافي المرحليه. فاحنا بنقول الناس اللي ليها في السياسات الماليه، احنا ما اقدرش اقول على نفسي انها سياسه انكماشيه، يعني انا مش شاده الحزام قوي، ولا اقدر اقول على المشروعات العملاقه دي ونقول سياسه مثلا انكماشيه، ولا توسعيه بمعنى انه يعني لازم برضه احط في عيني ان انا عندي اختلالات لازم اعالجها، انا عندي عجز كبير وعندي دين كبير جدا. وعلى فكره مش مشكله ان يكون عندي دين طالما ان انا عندي خطه لدفع اقساط هذا الدين. فهو ده اللي احنا بنقوله. ومصر معروفه تاريخيا انها عمرها ما اخلت عن دفع ديونها في مواعيدها بالظبط. ده اللي احنا بنحافظ عليه، ده اللي هو الناس ما كانتش فاهمه ان احنا لو كنا كملنا في الموت البطيء بتاعنا ده كنا هنوصل لمرحله لا قدر الله. فنشكر ربنا ان احنا كلنا وينعم الناس استحملت كتير. بس عايزه اكد على معلومه تاني، الاجراءات دي هدفها انت. بنود الاجراءات هدفها انا، يعني انا المفروض احس بتحسن في الخدمات. حضرتك النهارده اتفضلي. بس هي دي بقى، انا شرحت ليه احنا بنتكلم ان الدور الاول هيحس بيه قوي قوي الطبقات اللي احنا دلوقتي مش بنسمع لها صوت. بس لو نزلنا في الصعيد في المحافظات الاكثر فقرا اللي بياخد تكافل وكرامه او معاش الضمان الاجتماعي، هنلاقي الموازنه السنه دي اكبر موازنه ضعفت الانفاق على البعد الاجتماعي. تاني حاجه انا وعيت للدرس، طيب
انا مش هقدر اعمل كل مره زي ما انا بعمل واستثماراتي تقف. ما ينفعش بقى افضل اقسم على فقط اجور وفوائد الدين ودعم من غير ما استثماراتي تبقى اكبر من كده. فقلنا خلاص يبقى نشوف ايه اوجه الانفاق اللي مش فعال. طب دعم البنزين ده لقينا بشويه تحليل انه 80% من دعم البنزين بيروح لاكثر 20% ثراء او اقتدارا في المجتمع. صحيح. خلاص يا جماعه ما ينفعش. فبقى لنا 3 سنين انتوا عمالين تغلوا علينا سعر البنزين. احنا انا عارفه مقدره الناس بس هو كده مش غالي يعني. احنا قارنا نفسنا بالبلد الثانيه هيقولوا لي ما احنا مصدر الدخل بتاعنا. بس على الاقل ايه ما يبقاش الحد المقتدر يعني يا رب يا رب يا رب يعني يزيدوا اكتر من كده بياخد على 80% وفي ناس في النجوع والقرى ما عندهاش وحده صحيه. فخدنا من ده وودينا فين؟ على الاستثمارات. اكبر برضو نمو للاستثمارات مموله من الخزانه على مدى السنتين اللي فاتوا تحديدا. اول اكبر نمو كان في 2014 2015 وماشيين مكملين. ثم البعد الاجتماعي. طيب لسه من ايه كذا حاجه زي ما حضرتك اشرت محتاجين لسه ننقح الناس اللي على قاعدة البيانات علشان نتأكد ان كل ما هو سلع تمويلية او دعم بيوصل للناس. تخلص قاعدة البيانات دي. بصوا انا هقول على حاجة. احنا بنتكلم على قاعدة بيانات دي لغاية دلوقتي وزارة التضامن عاملة مجهود رهيب. بس همتكم معانا بقى يعني حاجتين بقى استاذ ايمن عايز اقولها عشان نبقى واضحين. الحكومة مش هتقدر تعمل كل حاجة لوحدها. ماشي بس انا كمواطن اعمل لي كيف قاعدة البيانات؟ طب هقول لك بس هقول اديني فرصة. نعمل ايه الوقت الجاي عشان نقدر نركز في الحاجات اللي ليها أولوية وأهمية؟ في ناس كتيرة قوي ومنها المجتمع المدني ده اللي انا اشرت ليه فاعل جدا وبيصرف وبيعمل خطط جبارة. احنا اللي احنا بنعمله ببساطة ويا رب نعممه ان احنا بنقعد معاهم بشكل دوري مع استاذ احمد كوجوك وناس كتيرة قوي مهتمة انه تعالوا يا جماعة الحاجة اللي انا مش قادر اعملها كحكومة وانت كده كده بتصرف تعال اعملها لي. فانا افضى للحاجات اللي ليها أولوية وأهمية. يعني هنا حضرتك تقصد ان المجتمع المدني يقوم بدور مساند للدولة. ده اكيد وده تم. المجتمع الدولي المجتمع المدني بيقوم بده. بس التنسيق بقى انا بسميها التشبيك. لو حصل ده هيوفر فرص اكبر بكتير. تشبيك ايه؟ احنا مش لسه خلصانين من التشابكات لسه هنرجع تشبيك تاني. تشبيك وتنسيق ما بين الجهود الحكومه والمجتمع المدني. تاني حاجه طبعا قاعده البيانات انا احب ارجع لك طبعا بس انا يعني انا متاكده وعلى علم ان هي في مجهود كبير قوي بيتم فيها واعتقد ان هم بس ما اقدرش اتكلم طبعا بنيابه عنهم بس ده لحد معلوماتي المتواضعه. انا عايز بس ادخل من هنا ان حضرتك لما اتكلمتي على الموازنه بتقولي ايه؟ بنحاول نوسع قاعده الضرايب. صح حصيله الضرايب نوسع بالظبط ده الهدف بتاعنا ان احنا نوسع القاعده ونقلل العبء على الناس كلها في فرض ضرايب ولا في التحفيز لا. على أيوة. الدخول في المنظومه الرسميه طبعا ودفع الحق بتاعت كل مواطن بالزبط. مش هقول حق الدوله كلمه حق الدوله هي الدوله هي المواطن لا بس انا عايز اقول لك ان احنا يعني من اصغر الدول اذا قارناها باي دوله يعني مقارنه لينا في المنطقه او غيرها بنصرف كويس جدا كنسبه من الناتج المحلي لكن مواردنا هي دي اللي فيها مشكله صح. لا احنا نيجي نتكلم هنا طبعا انا تاني مقدره للناس يقول لك هو انا باخد ايه من الدوله عشان ادفع ضرايبي انا مقدره حضرتك بس انت برضو لازم تبقى لا عارف لا باخد مفيش حاجه اسمها ان في بنيه تحتيه من غيرها ما كناش هنمشي في الشوارع وفي في مجهود كبير بيتم بس الفكره ايه بقى انما احنا عايزين نحسن منهم بالزبط. هي موجوده طبعا مستواها محتاج يتحسن كتير بس الفكره هي في السياسه مع التوسع في التوعية على أهمية الضرائب محتاجين نوسع في التحفيز على الدخول طبعًا. في القطاع الرسمي طبعا مش كده ده بيتعمل بنتكلم على قطاع رئيس الوزراء كان قال مش أقل من تريليون و800 مليار واعتقد ان هو اكتر من الاثنين ونص بكتير يعني اكتر يعني نقدر نقول يعني 50% من الاقتصاد الرسمي دلوقتي بس دي كلها طبعا حسابات تقديريه تمام. اللي انا عايزه اقوله ان ده بالفعل تم اخذه في الاعتبار في المنظومه بتاعتنا الضريبيه. اول حاجه اللي احنا بنقوله دلوقتي ان احنا بنشتغل على كذا شق. اول حاجه اللي موجودين دلوقتي على الليسته بتاعتي كمصلحه ضرائب شلنا منه كل ما هو صناعات صغيره ومتوسطه عشان نقدر يعني رفعنا الحد بتاعنا بتاع الاعفاء شتدي تحفيز ليه وابتدينا نعمل دلوقتي ان شاء الله يا رب نخلص على طول نظام جديد ضريبي مبسط للصناعات الصغيره المتوسطه. ليه دلوقتي الوضع القائم برضو ما ينفعش صناعه صغيره ومشروع صغير يدفع زيه زي شركه كبيره 22.5 فده احنا واعيين ليه هنعملها بنظام مبسط ممكن تبقى ضريبه قطعيه. يعني الحقيقه استاذ عمرو منير في مجهود كبير قوي بيعمله في القصه دي. تاني حاجه اللي احنا بنقولها بقى بالنسبه للتحفيز ان احنا يكون عندنا مثلا زي نظام تامينات فنشجعه لما يدخل في المنظومه ده هيكون بيكون ليه مردود ايجابي عليه ان هو يدخل في المنظومه يقدر ان هو كمان طبعا احنا عملنا في نظام الضريبه القيمه المضافه حاجه مهمه جدا ان انت لو مش متسجل
ما بتاخدش كل المحفزات واللي هليك لو انت مش بتدي لشركه كبيره وانت متسجل النهارده. يعني في محفزات كتيره كويس، بس انا النهارده كمواطن حضرتك هتقولي لي الموازنه وهتقولي لي البنود اللي في الموازنه اللي هو في مصروف البيت يعني اللي, تمام. اللي عندي وانا هاجي اقول لك ما هو لو قل الفساد هتتحسن الخدمه. همتكم معانا بقى ازاي؟ احنا قلنا في اول الحلقه الفساد ده احنا كلنا عايشين في وسطيه، فلو انا انسان فاعل وعايز بجد ادخل اشوف حقي ابتدي اطالب بيه، ابتدي اشوف فين منظمات المجتمع المدني بتشتغل في الشفافيه واحط ايدي في ايديها علشان اعظم الاستفاده وحقي ما يروحش في الفساد. فده مجهود مشترك احنا اهو كدوله ويا حكومه وممثله في وزاره الماليه حاجة. بنحاول. حلو يا ريت. حلو شفتي حضرتك طبعا اللي جايبه الفيديو اللي شغلناه من شويه، شفتي بسيط ازاي وجميل صح. ازاي وبيفهم ازاي صح. محتاجه اليه بسيطه توصل للناس صح للتفاعل مع بلاغات المواطن. بمعنى انا لو لقيت حاجه فاسده ما تعقدليش الدنيا، هتقول لي روح لجهاز مش عارف ايه والجهاز هياخد الشكوى ويقعد. مش عايز احرق المجهود بتاع زمايلي. هما بيصوروا صوره وبيبعتوها. بالظبط. فالنهارده يعني في تكنولوجيات حديثه وحضرتك عارفه بالبلوك تشين تكنولوجي لما تصوري وده بيبقى طبعا. موثق وابعتها للجهه اللي المفروض انها صح. تتخذ الاجراء والقرار الفوري. بحيث ان العمليه ما تبقاش شكوتي، انا لما اروح النهارده مصلحه زي مثلا في المرور او في اي مصلحه صح. حكوميه ولا اي حاجه غلط واقوم مصور صح. عامل يبقى في حد بيتحرك معايا وبياخد اجراء. انا عايز اطمنك ان في اليات كتيره وموجوده بالفعل، هي بس محتاجه التنويه عنها، فده مهم جدا. ومحتاجه كمان انه نبين قصه النجاح. ليه يا جماعه؟ دي فايدة لصنع قرار عشان انت هتستفيد بانه الهدر ده هيروح، وفايدة ليك يا مواطن ان انت يكون ليك دور فاعل. فهي زي ما بيقولوا كده وين وين سيتويشن. لما هنقتنع هنا وهنا البلد ممكن تتنقل نقلة تانية من غير ما ندفع اي مليم زيادة كموازنة للدولة. اعتقد ان بالقضاء على الفساد انتوا مش هيبقى عندكم اي مشكلة في الموازنة، ومش هيبقى عندكم اي مشكلة في تحسين الخدمات. الأستاذة سارة عيد نائب مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية ومنسق عام لمبادرة الشفافية، أشكرك شكرا جزيلا. شكرا على مشاركتك. شكرا لك. وبالتوفيق دايما، وان شاء الله المرة الجاية نطلع اكتر من 20 25 30. يا رب ان شاء الله. يبقى إذا نرجع لدورنا إحنا كمواطنين وبالتعاون مع حكومتنا هنقدر نوصل. أشكركم وبكرة يوم جديد وبرنامجكم أسبوع.